صباح الخير عليكم وعلى مشاهدينا الأكارم. حقيقة هذه المرة الأولى في محافظة البصرة يعني تقام مثل هذه المعارض الكبرى، شهدنا في هذا المكان تحديدا في السنوات السابقة وربما لغاية 7 سنوات مضت معارض الصناعات والورش والمعامل حول العالم، لكن هذه السنة ربما الأولى التي نشهد فيها مثل هذه المعارض. حقيقة يوجد أكثر من 200 دار طباعة ونشر ومكتبات عراقية وعربية وأجنبية موجودة في هذا المعرض الذي بدأ افتتاحه يوم أمس وسوف يستمر لمدة 7 أيام. نعم نعم. طيب لو نتحدث اليوم عن المشاركات اللي من خارج العراق، يعني حضرتك تتحدث عن تقريبا 200 دار كتاب وهذا عدد كبير جدا، نتحدث أيضا عن إقبال الشارع البصري على مثل هكذا معارض بما أنها تقام للمرات الأولى وكذلك هذه تجربة جديدة نوعا ما. نعم، يعني ربما كان حفل الافتتاح حقيقة يوم أمس حفلا كبيرا حضره مسؤولون حكوميون من محافظة البصرة وأيضا كبار الأدباء والفنانين والشعراء في محافظة البصرة. انتقلنا محمد بهذا الاتجاه قليلا. نعم حقيقة وكان حفلا كبيرا، يعني حتى الفرق الغنائية الشعبية كانت حاضرة في البوابات الرئيسية لافتتاح هذا المعرض. دعينا نأخذ بعض الآراء إن استطعنا حول يعني ربما يكون هذا المكان الأول للمعرض الأول لدار الطباعة أو النشر هذه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، يا مرحبا. ممكن تحدثنا، ربما تكون هذه المشاركة الأولى في محافظة البصرة، حجم المشاركة ومدى الإقبال أيضا، وخصوصا أنت كنت حاضرا ليلة البارحة افتتاح المعرض. حقيقة أولا أنا أشكرك، ثانيا إحنا جدا سعيدين متواجدين بمعرض البصرة. البصرة تعتبر للناشر العراقي والناشر العربي سوق مهم للكتاب، سوق عربي مهم للكتاب. تميز هذا المعرض أنه هذا المعرض إجا بعد سنتين من انقطاع المعارض العربية، فأكو كدس لدور النشر للعناوين الجديدة، يعني كثير عناوين صدرت خلال هاي السنتين وما شاركت بمعارض وقسم منها ما وصل للعراق، فتميز معرض البصرة أنه أكو كم هائل من الإصدارات. طبعا تقريبا 219 دار نشر عربية وعراقية مشاركين بالمعرض، أكو انسيابية وارتياح من الناشرين العرب بخصوص تأشيرة الدخول وبخصوص الدعم اللوجستي اللي قدمته الإدارة المحلية بالبصرة ومؤسسة المدى الراعي الرسمي للمعرض. أكون سيابية بشحن الكتب وبتأشيرات الدخول وبالطيران. إحنا اليوم الثاني للمعرض نستبشر خير بالمعرض، وإحنا دار نشر عراقية وجايين من بغداد وعندنا مشاركات عربية. نجاح أي معرض عربي هو بجمهوره، يعني استمرار معرض البصرة ويقام كل سنة، استمرار معرض البصرة ويقام كل سنة سببه أنه يكون أكو جمهور وأكو حضور للمعرض. من يكون أكو حضور الناشر العربي يكون إلى اندفاع أنه يشارك بالسنة القادمة، فإحنا نعول أنه يكون بالأيام القادمة يزداد رتم الحضور. هذا معرض دولي مو معرض محلي، يعني النسبة الأكبر للمشاركين هم من مصر ولبنان ومن تونس ومن سوريا. نعم تحياتي شكرا لك. شكرا لك. تحياتي. شكرا لك. شكرا لك. نعم ربما إن أسعفنا الوقت نستطيع ربما التجول قليلا داخل. نعم أكيد إحنا وياك حسن. المعرض حقيقة المعرض كبير كبير جدا ولا نستطيع ربما تغطية جميع المعارض ودور النشر والطباعة الموجودة في هذا المكان، لكن بالحد الأدنى ربما نستطيع بما يسعفنا. نعم يعني للأمانة المعرض مرتب بطريقة يعني جدا مرتبة وحلوة، وصراحة فخورة جدا أني أنه
مثل هكذا معرض في البصرة الفيحاء بهذا المستوى العالي من التنظيم والترتيب أيضا؟ نعم حقيقة كما ذكرت لك يعني في البداية أن يعني هذه هذا المكان اختص ربما يكون يخلو من الفن والثقافة خلال السنوات الماضية، مشاريع ويعني مصانع وورش ومكننة كانت تشغل هذا الحيز الكبير، لكن الآن نلاحظ يعني هنالك تغيير كبير يعني في المكان والبيئة. وأيضا لا أنسى يعني يوم أمس كان هنالك احتفال بحضور الفرق الشعبية البصرية، ذلك الفن الذي ربما غاب عن الساحة البصرية لفترة بعيدة. حقيقة كان هنالك تفاؤل كبير من قبل يعني الجمهور البصري والحاضرين من يعني المسؤولين والأدباء والمثقفين. ربما نستطيع أخذ رأي الحكومة المحلية بهذا الخصوص ومدى يعني دعمها لمثل هذه المشاريع التي ربما تبدو مغايرة. السلام عليكم. كيف الصحة أستاذ؟ لاحظنا طبعا يعني حضور أمس كان حضور قوي للحكومة المحلية، وأيضا حقيقة نتحسس الدعم الحكومي لهذا المشروع. لا ننسى طبعا المنظمات والوكالات الأخرى الداعمة والراعية لهذا المشروع، لكن بالتأكيد كان لكم حضور مميز على أرض معرض البصرة الدولي للكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة لليوم الثاني على التوالي كما تعلمون هذا المعرض افتتح برعاية من السيد رئيس الوزراء وأيضا بالتنسيق مع الحكومة المحلية بحضور السيد محافظ البصرة. واليوم احنا حقيقة نتواجد بشكل مستمر لمدة هذه العشرة أيام إن شاء الله المتبقية لهذا المعرض. المعرض حقيقة يعتبر حالة نوعية الآن، أنا من أجريت بعض يعني الجولة خلينا نسميها احنا البسيطة هذه، وجدت أنه بعض دور النشر تشارك لأول مرة في العراق وليس في البصرة. ندل على شيء يدل على أهمية هذا المعرض، وأيضا احنا دعيناهم إن شاء الله، ومن هنا أدعو أيضا هذه الدار وغيرها إلى معارض أخرى استقام إن شاء الله على أرض محافظة البصرة. البصرة كما تعلمون هي عاصمة العراق في كل شيء، حقيقة هي مربد العراق، هي عاصمة الاقتصادية، هي عاصمة الثقافية، هي مصره التي حقيقة في ثلاث أمصار، البصرة والموصل وبغداد. والبصرة مدرسة نحوية، البصرة مدرسة من مدارس حقيقة العالم العربي والعالم الإسلامي. هذا اليوم حقيقة نجد أنه حتى الحضور والمشاركة، أنا السيد المشرف السيد العميد قال أنه البارحة كان المفروض أكفد وقت معين يغلق به المعرض، لكن لتزاحم رواد المعرض نجد أن هناك حقيقة مشاركة فعالة فتأخر إلى أوقات، طبعا هذا اليوم الأول، أيضا سيكون بالثاني والثالث، وأعتقد كلما اقتربنا من نهاية المعرض سيكون الإقبال أشد وأكثر. المشاركون هنا حقيقة جميعهم من الدول العربية المحترمة، الدول الإسلامية أيضا، لا سيما اليوم احنا واقفين في جناح جمهورية مصر العربية، مشاركة فعالة، كثير من عندهم لأول مرة يشاركون في معرض في العراق وكذلك بالذات في محافظة البصرة. عادة ما تكون هنالك يعني تسهيلات من قبل الحكومة الاتحادية أو حكومة البصرة تحديدا لعمليات سمات الدخول وعملية حركة ووصول ودخول المشاركين في هذا المعرض، هل هنالك يعني جرت بانسيابية عالية؟ نحن كمحافظة حقيقة وبالتعاون مع الراعي اعتبار هي هناك مؤسسة موجودة وراعية لهذا المعرض، لم يكن لدينا حقيقة أي موانع سواء بدخول الكتب السمات ما إلى ذلك، بل أغلبهم يعني يجوا عن طريق البصر كما تعلمون، عن طريق مطار البصرة بعضهم وبعض الآخر عن طريق مطار بغداد. وسمات الدخول بشكل عام هي مفتوحة للجميع، لأن إحنا حقيقة اليوم أنا قلت لك هذا متنفس إلى أبناء المحافظة، وتعلمون أنه نحتاج لهذا المتنفس، ولا سيما من أبناء المحافظة كما يقال أن يعني أنا راح أتصرف بها، أن مصر تكتب ولبنان تطبع والبصرة تقرأ،
حقيقة يعني، هاي طبعا بتصرف من عندي، لأنه حقيقة أهل البصرة، أنا طبعا بالمناسبة خلفيتي ثقافية، واليوم أنا اليوم صحيح يعني حاضر كضيف، لكن في السنين القديمة كنت أنا أسوي هذه المعارض حقيقة، وبالتالي أفرح لمثل هذه، وأجد أن أهل البصرة متفاعلين بشكل أو بآخر لمثل هذه المعارض التي تقام على أرضنا العزيزة، أرض البصرة الحبيبة. سؤال أخير وعذرا على الإطالة، نقترب من أيام المربد، هل ستكون حكومة البصرة مستعدة ومتهيئة وداعمة بشكل كامل لمهرجان المربد الذي سيقام في البصرة؟ لو تعود إلى اتحاد الأدباء سيقول لك بكل صراحة أن كل نسميه احنا مهرجانات المربد في البصرة كانت مدعومة ب90% من محافظة البصرة، وربما من الوزارة المعنية او غيرها او مؤسسات اخرى ما تبقى منها. ليش؟ لان يعني هذا المربد يشكل حاضرة تاريخية حضارية لبصرة السياب، لبصرة النخيل، لبصرة الخليل حقيقة. والمربد واحد من الفعاليات التي يهتم بها البصريون بشكل عام ويتفاعلون معها. طبعا أنا أيضا أتمنى من خلال هذا المعرض أن تكون هناك فعاليات على هامش المعرض، لا سيما أمسيات ثقافية، لا سيما أمسيات شعرية، لا سيما ما يتعلق ب يعني توقيع كتب لبعض الكتاب الأعزاء من البصرة ومن خارجها. شكرا، شكرا جزيلا لك. شكرا لك. نعم، كما سمعنا قبل قليل التفاؤل في هذا المعرض الذي بدأ يوم أمس، والتفاؤل بما هو قادم لمحافظة البصرة من اهتمام الحكومة بمهرجان المربد. حقيقة كنت أتمنى أن أغطي أكثر من هذه المساحة، أكيد. لكن ربما لا يسعفنا الوقت لآلاف من الكتب والمطبوعات والروايات التي توزعت بهذا الشكل كما تشاهدونه خلف الصورة. نعم حسن، كل التوفيق لكل الأشخاص المشاركين، وشكرا لهذا التنظيم الرائع ولهذه الواجهة المشرقة لبصرتنا الفيحاء، وأكيد شكرا لك على هذه التغطية حسن.